السلام عليكم. قبل كل شيء كنشكركم على المواكبة ديالكم مثل هذه الأحداث ومثل هذه التصرفات المشينة. أولا هو أنا كفاعل جمعوي وكفاعل حقوقي وسياسي ندين بشدة هذا الفعل الإجرامي اللي قامت به هذه السيدة في حق هذه الطفلة وفي حق الطفولة المغربية خاصة، وضربت في النظام العام ديال المملكة المغربية اللي هو سنوات وسنوات كي خدام على الطفولة وعلى قوانين وتشين قوانين خاصة مثل هاد الفئة. هذا ما كيزيدنا إلا خصنا ندافعوا بشدة على تغيير مثل هاد السلوكات ما كتمثلش بتاتا المغاربة، وندين بشدة هاد التصرف. ومن هاد المنبر كنوجهوا رسالة للوكيل الملك السيد وكيل الملك بالتدخل العاجل لمثل هذه التصرفات اللي خص هذه الأم هذه خصها تعاقب أشد العقوبات. هذا التصرف خاطئ جدا، لا يمثل التربية ولا مثل لا يمثل الجانب الديني لا من الجانب الحقوقي لا من حقوق الإنسان، لا يمثل بتاتا التربية بشيء. هذه التصرفات المشينة كتمثل على واحد الجانب من لا وعي، من جانب من لا اخلاقي، جانب لا يمثل الاسره المغربيه بتاتا. الظاهره كظاهره خصنا ندرسوها ونعرفوا الاسباب اللي خلات هذه الظاهره تخرج للمجتمع. اولا الظاهره ديال العنف ضد الاطفال هي ظاهره اللي ولات حديثه كنشوفها لحد الان، راها غدا كتنتشر بواحد الطريقه كبيره. هذا ناتج على ان تفكك الاسره، والاسره بعدات على الاسس اللي كانت كتاسس عليها الاسره من قيام، من واجبات، الاحترام الاب، احترام الام داخل الاسره. هادشي ما بقيناش كنشوفوه، وهادشي هو اللي كنظن هو اللي ادى لهاد المثل هاد الافعال ومثل هاد التصرفات المشينه اللي غادا بينا لواحد الطريق اللي هي طريق غير 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 غتخرجنا في واحد المتاهه كبيره اللي ما نقدروش نخرجوا منها. الرساله اللي نقدر نوجه لها للاسره المغربيه خاصه، انها خاصها ترجع للاسره التمغربيه ديالها، هذاك الانسجام اللي كان بين الاسره وبين الابناء، والاحترام الاب الام والاحترام الاب الابناء، باش كنرجعوا لهذاك النظام اللي كنا فيه ولهذاك السلسله اللي كنا حنا فيها. كنا كنشوفوا الابن كيحترم الاب ديالو غير من نظرات ولا بالعصاب ولا حتى شي حاجه، غير من طريقه الكلام ديالو، انه كي الابن كيخشع وكيتصنت الاب ديالو. هادشي ما بقيناش كنشوفوه لا من ناحيه الاب ولا كيأدي الواجب ديالو على احسن وجه، لا الابن كذلك. والعقوبات كنظن انه خصها تكون عقوبات شاده، باش عقوبات في المستوى يعني اشد العقوبات، باش هاد التصرفات ما بقاش نشوفهم ان شاء الله. وهو ما غاديش نفهموا حنايا احسن من القضاء، ولكن هو حكم ما قنعناش وما كانش يعني في المستوى التطلعات ديال الحقوقيين ولا حنا كحقوقيين ولا كمدافعين على حقوق الانسان، يعني ما كانش في المستوى التطلعات ديالنا، لكن كيبقى القضاء القرار الاول والاخر.